والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال، نتحول فيها إلى محمد عبد الله. تفضل محمد. شكرا هبة وشكرا إيمان. أخبار اقتصاد عالميا ومحليا وعربيا بعد فاصل. أهلا بكم. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا السفير الأسترالي الجديد بالقاهرة أكسل وامن هورست، حيث بحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك خاصة في مجالات التعدين والغاز والطاقة الخضراء. من جانبها أشاد السفير الأسترالي بالاكتشافات الغازية المتتالية في مصر خلال السنوات الأخيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتنامي دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعي ونجاحها في تغطية جانب من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إذ فاق التهديد بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة وتدفقات النفط الخام الروسية الكبيرة توقعات انتعاش الطلب من الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% لتصل إلى 84 دولارا للبرميل. وهبط سعر الخام الأمريكي بنسبة 40% إلى 77 دولارا و 59 سنتا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 7% لتصل إلى 3.05 سنت للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93% لتسجل $2.65 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض إذ أدى انخفاض أسعار النفط وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة إلى تراجع معنويات المستثمرين، في حين خالف مؤشر أبو ظبي الاتجاه ونزل المؤشر السعودي بنسبة 2% مواصلا خسائره للجلسة الثانية. كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 1.7% مع هبوط معظم الأسهم المدرجة على المؤشر. وانخفض كذلك مؤشر دبي بشكل طفيف متأثرا بخسائر في أسهم الشركات المالية والعقارية ذات الثقل على المؤشر. في المقابل ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1% في ختام التعاملات. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بأسهم الرعاية الصحية إذ امتنع المستثمرون عن الرهانات القوية وتوقعوا جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2%، لكنه في طريقه إلى إنهاء شهر يناير بأداء إيجابي مدعوما بآمال في أرباح شركات أفضل من المتوقع والمتانة الاقتصادية. كما هوت أسهم يو بي إس جروب بنسبة 2.6% بعد أن توقع أكبر مدير للثروات في العالم أن يكون العام المقبل ضبابيا. في الولايات المتحدة فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة بعدما أشارت بيانات حول ارتفاع الأجور إلى تراجع التضخم قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة. واستل المؤشر داو جونز الصناعي للتداولات مرتفعا بنسبة 26%. كما زاد المؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 8%. كما صعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4%. أعلنت وزارة المالية الكويتية ميزانيتها الجديدة للسنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا قدره 22.35 مليار دولار. وضحت وزارة المالية في بيان أن مشروع الميزانية الجديدة الذي يبدأ في أول إبريل تم رفعه للبرلمان بمصروفات متوقعة قدرها 86.13 مليار دولار. وتم بناء الميزانية على أساس 70 دولارا لسعر برميل النفط مع كمية إنتاج متوقعة قدرها 2.676 مليون برميل يوميا. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6% في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نموا 3.4% في 2024.
وأشرت تقديرات رسمية أولية إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 5.4% في الربع الرابع من 2022، لكن تلك النسبة تعد تباطؤاً مقارنة بنمو على أساس سنوي في الربع الثالث بلغ 8.8%. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء مستندة لتقديرات أولية أن الأنشطة النفطية نمت 6.1% في الربع الرابع على أساس سنوي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 6.2%، وشهدت الأنشطة النفطية بذلك تباطؤا ملحوظا مقارنة بنمو بلغ 14.2% سجلته في الربع الثالث. نهاية أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى هبة وإيمان. أشكرك محمد.